Grazie. Io sarò benvenuto. Ora si sa che.
أرحب بكم في جلستنا التي ستكون حول مستقبل إدارة البيانات البيئية العالمية في عصر عدم اليقين. اسمي آنيا ليشتاروفيتش وأنا من محطة البي بي سي، أقدم برنامجا أسبوعيا يتعلق في البيئة على البي بي سي. نحن في خلال فترة الإقفال البريطانية قدمنا الكثير من الإذاعات والبرامج عن موضوع الكوفيد. أود أن أبدأ هذا المحور أقول أن هناك الكثير من المتطوعين يعملون من أجل أن تكون أن هذا الوسط لآي جي إف لمنتدى حوكمة العالم ستكون في هذا المحور، ستكون أن نتائج المناقشة مفيدة في عملية تصميم استراتيجية البيانات البيئية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ستنظر على وجه التحديد في البيانات البيئية من حيث كيفية اختلافها عن الأشكال الأخرى من البيانات العامة والضمانات اللازمة لتوليد البيانات البيئية. والبيانات البيئية تساعدنا على التنقل في عالم من عدم اليقين والمساهمة في المرونة. سوف أنا الآن هو هذا المحور الذي يجلس في أغلبه نساء، وهناك أيضا محور لدينا الآن السيدة ميلل، لذلك أود لو أن تقدموا أنفسكم. أود فقط أن أقول أن هذه البيانات البيئية العالمية هي تعتمد على مقاييس في الوسط والبيئة وطريقة تعاملنا مع كوكبنا، وهل أن النمو المستدام يؤثر بشكل عديد على هذه البيانات البيئية التي تساعدنا على التغير. فإن النظام الرقمي يجب أن يساعدنا في اتخاذ قرارات تساعدنا على المحافظة على البيئة والحصول على بيانات نظيفة تتعلق بالوسط من خلال تأثير الناس وفعالياتهم على الأرض. لذلك من أجل الحصول على مقاومة جيدة تساعدنا على البقاء في هذه الحياة، من الضروري أن نتبادل المعلومات ونتبادل البيانات في هذا المجال. هناك الكثير من الأقمار الاصطناعية التي تتفاعل مع كل الأجهزة التي لدينا وتنقل لنا كل التغيرات التي تحصل. إن كمية هذه الفحوصات والدراسات على البيئة هي كبيرة جدا، لذلك يجب أن نجد طريقة للتعامل مع هذه البيانات الضخمة والهائلة في العدد. وفي هذا الجلسة سنتكلم على أن تدفق هذه المعلومات والبيانات وطريقة التحكم بها ودراستها ستؤدي إلى نتائج جيدة تنعكس على البيئة النظيفة. أود أن السيدة جويس ميسوا نائب المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة. شكراً جزيلاً. أنا اسمي جويس ميسوي وأنا نائبة المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والسيد رايس وزير الحوكمة جويس موراي.
مساء الخير أو صباح الخير. أنا وزيرة الحوكمة الرقمية في دولة كندا، وفي الماضي كنت أتولى منصب وزيرة البيئة في ولاية بريتش كولومبيا الكندية، وقبل ذلك كنت أعمل في القطاع الخاص وأعمل على زراعة الغابات. شكرا جزيلا يا جويس والسيدة سيلينا لي التي هي المؤسسة المشاركة ورئيسة التنفيذية لشركة زندي. شكرا. اسمي سيلينا لي، أنا المديرة التنفيذية لشركة زندي، مقرها جنوب إفريقيا، ونحن نعمل على منصة رقمية في سوق جنوب إفريقيا، ونجمع 20,000 باحث في هذه المنصة. شكرا. أما الآن نمر إلى دكتورة كيلسي ليونارد، وهي عضو المجلس الاستشاري لشبكة سيادة بيانات السكان الأصليين بالولايات المتحدة. مساء الخير، نهاركم سعيد، شكرا على دعوتي لهذه الجلسة. نحن الأمريكان الأصليون من ناحية العرق والإثنية، وأنا سعيدة بأن أنضم للحديث في هذه الجلسة. شكرا لك. أما الآن فدكتور دكتورة أيمي بيرس، نهاركم سعيد، أرحب بالسادة. أنا سعيدة أن أكون معكم. اسمي إيمي ليز، وأعمل في قسم علوم الاستدامة في مايكروسوفت، وأنا سعيدة بأن العلم والتكنولوجيا يعملان جنبا إلى الجنب. ودكتورة روزي مومبازا، مديرة مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، أهلا وسهلا بكم. هو جزء من الآلية المناخية التابعة للأمم المتحدة والتغيرات المناخية ضمن البرنامج البيئي للأمم المتحدة. شكرا جزيلا. والآن أرجو من كل منكم أن تذكروا تحديا واحدا أو مشكلة واحدة تواجهونها في إدارة البيئة. شكرا جزيلا. قبل أن أجيب عليه، أقول أن في وجودنا وفي وسطنا هناك في منتدى حوكمة الإنترنت يصبح موضوع البيئة موضوعا مهما. أشكر جميع المتطوعين في العمل بهذا الموضوع. ما هي الموضوع الرئيسي من قبلنا؟ إذن أقول أن هي جمع المعلومات، أن حوالي 700 منصة تتعلق بالبيئة، فهي موصولة مع القطاع الخاص والعام. في كل عام لدينا حوالي 700,000 منظمات مختلفة تتبادل المعلومات معنا، وهناك 450 مليون مخزن من مخزنات البيانات، وهذه المنصات شيء عظيم. فنحن هنا في نقوم بالتعامل مع هذه البيانات، وأقول أننا طلبنا من الحكومة وأنه نحتاج إلى محفل دولي يستطيع أن يرصد هذا التقدم الدولي وأهداف النمو المستدام في الوسط. لذلك وجود هذه المنصة التي اسمها التي تعنى بجمع ودراسة مثل هذه البيانات. شكرا جزيلا. والآن ننتقل إلى جويس. خصوصية أو ملكية البيانات، أنا لا أحب هذا المصطلح كثيرا،
أن بالأحرى المقصود بذلك من يحفظ هذه البيانات وليس من يملكها، ولكن فيما يخص كل الأدوات والتدابير العاملة على إدارة هذه البيانات يجب التأكد في هذا الصدد أنه سيتم استخدامها بما يحميها. وهناك أيضا حاجة لتلبية هذه الاستيفاء هذه الشروط إن في حالة انعدام شفافية هذه المعايير أو القواعد، فدائما قد تحدث هناك حالات الاستغلال لهذه البيانات من أطراف معنية بأهداف غير مرغوب فيها. فهناك بعض القواعد الأساسية، ونحن في الحاجة إلى تحسن مستمر وتعزيز هذه القواعد، لأن الفضاء الرقمي يتطور بسرعة، ويجب أن تكون هناك طريقة لتحديث واستحداث هذه البنية التحتية الرقمية. فالتغيرات هي مستمرة ومتواصلة، ويجب أن نعمل على استحداثها منذ البداية. فخبرة المستخدم موجودة دائما في قلب هذه العملية، من الناحية الفنية أو من ناحية المشروع. إذا كان الأمر يصعب على المستخدمين من حيث معالجة هذه البيانات أو استخدامها، فنحن لن نصل الهدف المرجو. شكرا لك يا جويس. الآن سيلينا لي. أنا لدي ثلاثة أمور مرتبطة ببعضها في إدارة، أود أن مرتبطة بتجاربنا في مجال الفوري. فهناك كل من تحدث عن إدارة البيانات والشفافية في هذا الموضوع، فنقول أن هذه البيانات الصغيرة والدقيقة لدينا كثير من الأعمال من الحالات أن هذه المخزونات من البيانات غير متاحة للجميع، وأن هناك معلومات عن كيفية الاتصال بها واستخدامها غير موجودة. إذن القضايا الأساسية هي الشفافية بالتعامل، وأن تكون هناك معايير واضحة مرتبطة بهذه الشفافية، كيف أن إذا حصلنا على مجموعة من البيانات يجب أن تكون متصلة بشكل بمعايير دولية معروفة لكي يستطيع الناس الاستخدام منها بشكل مسؤول وبشكل معروف، وخاصة المسؤولية. فإذا ضمان الخصوصية وضمان أن الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه البيانات هم ذوي ثقة وأنهم مؤهلين بشكل جيد ومعترف بهم، وأنهم يستخدمون أيضا هذه الأشياء. إذن هذه الأشياء الثلاثة هي مرتبطة مع بعضها، والأمر الأخير هي من منظور العلم أن هناك يجب أن نجد توازن بين المعايير الخاصة القوية التي تشرط إبداع جديد في مجال عملية الاستفادة من هذه المعلومات واستخدام المنتجات الرقمية الحديثة لقيام التوازن وحماية هذه المخزونات. شكرا جزيلا. والآن ننتقل إلى كيلسي. شكرا جزيلا. أنا شاطر أرى المتحدثين والمتحدثات الأخريات، فالضمان والحماية ما لاحظته أنا في بحوثي
التي أجريتها في تحليل إدارة البيانات، فهو عدم وجود المعلومات من قبل السكان الأصليين، كأننا معزولين أو مقطوعين عن البيانات الحكومية، مما يعيق ضمان استعمارية الفضاء الرقمي في هذا الفضاء الرقمي، حيث تتواجد فيه هذه المعلومات أنا لا أراها. وهناك مثلا Indigenous Data Alliance ومشاريع مشابهة، هو الطريق الأمثل للمضي قدما نحو الأمام. البيانات البيئية حاليا يتم استخراجها من مناطق السكان الأصليين الأمريكيين، و80% منها من التنوع البيئي المتواجد فيها لا يستفاد منها، ونحن لسنا جزءا من تلك المجموعة التي قد تمتلك هذه البيانات، ولسنا من أصحاب المسلحة كما يبدو. فيتم التلاعب على هذه البيانات من أجل اتخاذ القرار. فالسؤال هو كيف نضمن حقوق الشعوب الأصلية من حيث المعلومات الموجودة في قواعد هذه البيانات، وأيضا مسألة قواعدنا وحقوقنا المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بخصوص أو بشان حقوق السكان الأصليين، يجب الالتزام بها دائما. شكرا لك إلسي، والآن إلى إيمي. شكرا لك، من الرائع أن نسمع هذه وجهات النظر المختلفة، وأود أن أنبه إلى موضوع مشترك هو نسلط عليه الضوء من زاوية أن المهم هو أن نتكلم عن العالم الرقمي وارتباطه بالبيئة. هذا الذي يهمني هو أن البشرية مرتبطة بهذه الأمور بشكل رقمي وبشكل فعلي واقعي. إذن نحن نحتاج إلى الحصول على إنترنت موثوق به وشمولي ويخدم التطور المستدام، وهذا الذي يرتبط بإدارة هذا الإنترنت. يجب أن تكون هذا الإنترنت موثوق كما قلت وشفاف وشمولي. أما هنا أريد أن ألفت النظر إلى أن الثقة يحكى عنها في مواضيع في الحصول على معلومات والميول للحصول على تحليلات للأوساط، وهي منتقدة إذ أن لدينا منصات تجمع البيانات طيلة الوقت، ولدينا ثروة موثوق بها أيضا ومصادر. والقضية الثانية أن الشمولية هي نقدية، لأنها تعتمد من لديه الأدوات والأجهزة للوصول إليها. والأمر الأخير هو الأمن، أي أن نضمن أمان البيانات، ولكن البيان أيضا يستطيع فيه كل إنسان في كل مكان في العالم يشعر بالأمان في الاستفادة والتواصل مع الإنترنت والتقدم الرقمي. كل هذه الأمور، العناصر الثلاثة، هي مرتبطة مع بعضها ولها دور هام من أجل الحصول على مستوى عال من التطور. وأخيرا وتأخرا ننتقل إلى روز. شكرا. أنا أود التركيز على شيء يتصل ب كما تكنولوجي سنتر، فهي منظمتنا، نحن ندعم التكنولوجيات الصديقة للبيئة، ومن المحاور الأساسية الجوهرية التي لها أهمية قصوى لا
غنى عنها هو الترتيب البيئي لهذه البيانات وكيفية إدارتها وحوكمتها. كلنا نوافق أن التكنولوجيات التي تتيح لنا الوصول والتخزين والحفظ لهذه البيانات لأغراض مختلفة يجب أن تكون متوازنة ومتزنة. إذا نظرنا على كميات النفايات الإلكترونية ومن الكمبيوترات والحواسيب اللوحية يقال أن ما يقارب 48 مليون طن من النفايات والمهملات الإلكترونية نترك وراءنا سنويا. وهذا هذه الأجهزة الإلكترونية أيضا تستخدم لحفظ البيانات ويزداد عددها سنويا. ومن هذه الناحية كنا نتحدث عن ردة فعل مضادة نحن كالبشر أو الجانب أو الأثر الجانبي لتنمية البشرية. فهذا المركز يتيح لنا نقل هذه الأجهزة ما بين الدول المتقدمة والنامية، وأيضا من مسؤولياتنا تقديم الدعم للدول النامية وفي الدول التي عملوا فيها، وعلى قائماتها 100 دولة تقريبا نشهد فيها هو رقمية هائلة في العالم وفي تلك الدول وفي المناطق. على سبيل المثال وأنا من إفريقيا فهناك فقط 40% من سكان القارة الإفريقية لديهم الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية، وقلتهم من النساء. فعلينا أن ندعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة والنزول من مستوى السلطات الوطنية السلطات المحلية والوصول إلى صناع القرار في هذا الصدد. هذا يصبح سؤالا يتوجب الإجابة عليه. فالاستراتيجية البيئة المتزنة وطريقة تخزين هذه البيانات و ردم الهوة الرقمية وإتاحة الوصول إلى تلك البيانات الرقمية أمام الجميع هي المسائل والتحديات الرئيسية أمامنا. شكرا لك جويس. هل تود إحدى السيدات أن تعقب على هذه؟ إذا أردتم أن تتكلموا أرجو أن تصلوا الميكروفون. أنا معجبة جدا بهذه الأفكار التي طرحت حتى الآن. أقول أن العدالة، الشعوب الأصلية، الاختلافات، يجب أن ننظر بشكل شمولي إلى من سيستخدم ومن يشعر بالسعادة من استفاده بهذه ومبادرات النمو المستدام. وهناك مجموعة تسمى بالمجتمع الرقمي التي تقوم بعملية التغيرات والانتقال إلى الرقمي أن يكون ميسر، والاستفادة أيضا من هذه المنصات. إذن إمكانيات التفكير بالأدوات وبإمكانياتها وبالمهارات المتعلقة بذلك وتأثيرها على البيئة ستكون أيضا عظيمة. أنا سأمر لأن نتحدث عن استدامة البيئة، فإن كندا تسير بشكل خطوات بعيدة للأمام للاستفادة من التقنيات الرقمية في هذا المجال. شكراً إيمي، هل تتفضل؟ كذلك تعليق المسألة الأخيرة، توليد البيانات
وتحليلها، وهذا موضوع هام، وشركة مايكروسوفت تعالجه بكل الجدية، وأيضا سعيا نحو الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فإدماج العلوم والبيانات وإشراكها في عملية صنع القرار في كبرى الشركات هي مسألة أساسية في حرصنا نحو تنظيم كوكب الأرض. هذا جزء لا يتجزأ من أرضنا المشتركة. شكرا. إذن سننتقل إلى ما هي الضمانات التي تريدناها من أجل استخدامها في إطار استفادة من البيانات العالمية عن هذا المجال. أود أن أبدأ من السيدة جوسي. أهم شيء هو أن نعرف أن البيانات موجود البيئة الذي نود أن نمتلك هذه البيانات ونمتلك محللين جيدين لها. فإذا قلنا عن البيانات البيئية لسبب لهدف محدد فنحن نفعل ذلك، لأن الأمم المتحدة تشجع على عند النظر إلى النظام البيئي الرقمي نود أن نستطيع رصده ومراقبته. إذن هناك أهداف بيئية عديدة، المهم الاستفادة من هذه البيانات لاتخاذ قرارات واعية وعاقلة. فإذا يجب أن نأخذ بالاعتبار تصرف المستهلكين، أي عندما يكون لدينا مثل هذه المعطيات فإن تصرفات المستهلكين قد تتغير. إذن يمكن جمع هذه البيانات على مستوى عالمي، ويمكن أيضا يمكن أن ترتبط بمعطيات أخرى لها علاقة بالمعطيات البيئية والاجتماعية بنفس الوقت. أي نحتاج إلى عملية رابط، فأن تكون هذه المحتويات يجب أن تكون متاحة للغير، كما قالت السيدة جويس أن كندا في هذا المجال تسعى بسعي حثيثة، وأن سياق العمل في استخدام مثل هذه البيانات والقضاء على المخاطر يجب أن نأخذ بشكل إيجابي تكيف هذه المعطيات مع البيئة المحلية. شكرا جزيلا يا جويس. أما الآن فأطلب من مستمعينا إن كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات فيمكن استخدام خيار الشات لطرحها. ووجه الآن نفس السؤال لجويس. إنه عنصر مهم يجب التفكير به مسبقا، فيبدو لي أن منذ البداية مثل هذه القواعد يجب أخذها في الاعتبار وإدراجها في العملية بأكملها. الأمر مؤقت لي بالنسبة لي، أنا الآن خرجت من اجتماع الحكومة الكندية المتعلق بحماية البيانات السرية أو غير الإعلانية، وأنا فهمت أن العملية جدا معقدة. ومن الأمر الجوهري يكون أنه يجب أن التحقق من الوصول إلى هذه البيانات وترميزها وتشفيرها. وأتحدث عن البيانات السرية غير الإعلانية، أظن أن سيلينا أو كيلسي هي ذكرت اليوم في نقاشنا في جلستنا أن
هناك بيانات تبقى تحت تصرف الشعوب الأصلية في أمريكا. ففي حرصنا على حفظ هذه البيانات يجب عدم نسيان ذلك أيضا. فهذا تفكيري في هذا الشأن، ولكني أفهم أن هنالك قوانين دولية بشأن حقوق الإنسان، وأيضا توجيهات الأمم المتحدة التي تخص كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال. دعونا لا نقتحم الأبواب المفتوحة، ولكننا بالأحرى نضبط ما عندنا من التكنولوجيات، ويجب أن نعمل على إدراج كل هذه الأنظمة القائمة المتاحة منذ البداية في هذه العملية. هذا أسهل من عملية الاستحداث المستمر فيما بعد والتنقيح. قد تكون هناك مخاطر متعلقة بذلك على الأمن المحلي أو خصوصية، لا أعرف إن كنا سنتطرق إلى هذه المسألة في الجلسة. على أي حال نحتاج إلى سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الرسمية وغير الرسمية لوضع الطرق والمنهجيات لإدارة هذه الأمور. فالشفافية والانفتاح هما الأمران الأساسيان والقاعدتان الجوهريتان. فسرية المعلومات هذا شيء واحد، ثم التحقق من تسجيل الدخول، وأيضا الشفافية والانفتاح نضيفهما إلى ذلك كأساس. شكرا جويس. والآن سيلينا تفضلي. شكرا، أوافق مع ما قالته المتحدثات من قبل. من منظورنا أريد شركة زندين، نحن نتعامل مع شركات لديهم مشاكل محددة يريدون حلها. من أجل أن تكون هذه البيانات صالحة للخدمة وصالحة لما نريده منها، فيجب أن نفعل ما بإمكاننا أن نفهم سلسلة السوق الذي يكثر من هذه البيانات ويعطيهم نتائج أخرى. نحن في زندي نشارك في مسابقات، نقوم بجعل هذه البيانات لنوعية الهواء في كل أفريقيا، فإذا المعطيات هي قليلة جدا. حصلنا على القليل من كينيا ومن جنوب أفريقيا، أما بقية دول القارة هي فارغة، بالرغم من أن كل العالم فيه الكثير من المجسات التي تأخذ. فكيف نملأ هذا الفراغ في هذه المعطيات؟ فإذا أدخلنا نموذج لتقوم الأجهزة. فإذا هذه الموديلات التي قام العلماء بتصميمها فهي تم تركيبها في شبكة الرقابة على الأرض والبيئة، فإذا يتم الحصول على بيانات. فمن يقوم بتحليل مثل هذه البيانات بنتائج محددة؟ وإذا كل هذه مشاكل مهمة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. يجب أيضا أن نؤكد أن ما يقول الجميع عن موضوع الشمولية في الإنترنت لها معنى في هذا المكان، أن نفهم سلسلة القيم المتعلقة وأن نعرف أين هو مكاننا على مراحل هذا الطريق وما هي القيم المرتبطة بهذا. أردت أن أؤكده. إذن إتاحة هذه المعلومات وعملية وصلتها. شكرا يا سلينا. الآن كيسي.
شكرا جزيلا. كذلك أشكر المتحدثات السابقات. فيما يخص قواعد التأمين، نحتاج البيانات الخاصة بالبيئة، وفيما يخص العدل والعدالة ما يعني ذلك بالنسبة لنا السكان الأصليين، نحن نحتاج البيانات التي تقيس غير المجمع، التي تقيس بعض العوامل البيئية. نحن لدينا الوصول إلى المعطيات والبيانات المجمعة الكبيرة العالية الأحجام التي تخص مناطق أوسع، أما نحن فيتم تهميشنا نحن، ويتم إبعادنا عن عملية اتخاذ القرار. كيف يمكن استخدام هذه البيانات من قبل الحكومة والتعويل عليها إن كانت هذه البيانات أصلاً لا تأخذنا في عين الاعتبار وتجاهلنا؟ فنحن نحتاج إلى إيجاد نظام متزن. نحن الشعوب الأصلية تبقى كثيرا في الجبهة والخط الأول فيما يخص التغيرات البيئية، فهذه البيانات الرقمية من شأنها أن تحمينا وتساعدنا على الاستعداد للتغيرات المناخية. نحن في الحاجة إلى الوصول إلى تلك البيانات والمعطيات الاستراتيجية. نتمنى لو تم إشراك وإدراج هذه البيانات في النظام البيئي المستقبلي. علاوة على ذلك، أود التشديد على شيء آخر، وهو قاعدة استقلالية أو سيادة هذه البيانات. اللغة الإنجليزية تحتكر أنظمة وقواعد البيانات، وبهذه الطريقة يتم تهميش الشعوب الأصلية لأن لها أيضا لغتها غير اللغة الإنجليزية، ونحن نشهد انقراض هذه اللغات ودفعها إلى الخلفية وسحبها من الاستخدام كأنها تصبح غير محتاج إليها. فالحوكمة أو إدارة البيانات البيئية بهذه الطريقة يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه المعرفة الناتجة أو القادمة من لغات السكان الأصليين، وأيضا من أجل الحفاظ عليها وعدم سماحها للانقراض. وData Alliance الخاص بنا وضع مجموعة من القواعد لحماية البيانات البيئية، وهي البيانات التي تقول إن أنظمة البيانات يجب إنشاؤها بطريقة تدعم الشعوب الأصلية، وهذا يعني أيضا هي مسؤولية الخبراء والباحثين العاملين والمتعاونين مع الشعوب الأصلية. بدون هذه الشعوب يجب التعاون مع هذه الشعوب في هذا الصدد. طريقة استخدام هذه البيانات أيضا شيء جوهري، ويجب أن يجدوا انعكاساته في القوانين. شكرا يا كيلسي. تستطيعون إرسال الأسئلة إلى على الشات أو على Q&A. الآن أطلب من أي بعض الكلمات. أعتقد أن بعض الأسس التي يجب أن نأخذها بالاعتبار والتي يجب أن نؤكد عليها هي ضرورة التركيز على أسس الاستدامة، وهذه البيانات يجب أن تكون متاحة للجميع لأننا نعيش في عصر المعلومات، فهناك معلومات لا نملكها ونستطيع أن نملكها لو ركزنا عليها. فمثلا عن التنوع والتي ليست لدينا، لو ركزنا على الحصول عليها لكان بالإمكان أن نحصل عليها، والآن نخسرها. فإذا هناك أشياء يجب أن نعرفها في البداية، وهذا الذي نحن
في مايكروسوفت نقوم أن نجد كمبيوتر عالمي يقوم بالإشارة إلى هذه المعلومات التتعلق بالبيئة والتي تسمح بالاستخدام لكل من يهتم بهذه المعلومات. ومثل هذه المنتديات هي مهمة ومفيدة لأنها تقوم بربط المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والقطاع العلمي ببوتقة واحدة، يتم الاستفادة من أعمال كل جهة منها بشكل مشترك. إذن هذه البيانات الجوهرية التي يتم الحصول عليها هي مهمة عندما تكون متاحة لعدة كيانات تستطيع الاستفادة منها وأن تلعب دورا في أيضا جمعها. إذن التركيز الجمعي على اختيار هذه المجالات والبحث بفعالية وإيجاد هذه المعلومات، اتخاذ القرارات بناء عليها، هي من صفات المستقبل القريب. هذا إذا أردنا أن نحل هذه المشكلة ونقوم بقرارات واعية. شكرا جزيلا. وفي الختام روز تفضلي. شكرا جزيلا. يبدو لي أننا سمعنا الكثير من القضايا المهمة، والمتحدثة الأخيرة شددت على أهمية تعريف البيانات البيئية وخاصة في سياق المجتمعات الأكثر عرضة. الأهم أن لدينا عدد وكميات كثيرة من البيانات الخاصة بالبيئة، ويتم إدراجها في عملية صنع القرار لخير كوكبنا ولنا جميعا. فمن أجل عدم ترك أحد وراءنا، ففي سياق هذه البيانات التي من شأنها حماية الناس وزيادة مناعاتهم، فهذه البيانات تصلح الناس والبشر والأرض، فنحن نحتاج إليها. وأخيرا، الأمر الذي يجب أن يهمنا جميعا كمجتمع، الكثير تم إنجازه لمصلحة البيئة، وهذا يعود إلى هذه الأجندة الرقمية الجديدة الكبيرة التي تأخذ أو تراعي البيانات البيئية، ونحن نحاول أن نعمل على ذلك. هذا النظام البيئي يجب أخذه في الاعتبار في مجالات أخرى غير تلك التقليدية فقط، وبشكل أشمل. هذه من الأمور الأهم بالنسبة لي. شكرا يا روز. الآن الأسئلة من المستمعين لنا والمشتركين. هناك سؤال: تتكلمون عن المعايير بالنسبة لمن يجب أن يضع مثل هذه المعايير؟ الآن أود من المتحدثات أن يجبنا على هذا السؤال. ليس لدي إجابة محددة على هذا السؤال، ولكنني أستطيع أن أحد السياقات إلى الحديث أن أدخلها. مثلا بالنسبة للبيانات الحرجة هذه المركزية، وخاصة ما قيل عن سلسلة البيانات غير المصنفة التي يجب أن يستفيد منها العدالة الاجتماعية، ما هي دور الحكومة؟ لست متأكدا من تكلم عن ذلك، ولكن الحكومة والمجتمع الأهلي
والقطاعات الخاصة والعام. إذن يجب أن تقوم الحكومة بدور فعال في هذا المكان. نحن عن هذه الحكومة نتحدث من البداية لأن القدرات كبيرة تسمح بتسهيل أو تصعيب هذه العملية. إذن يجب أن نفكر بذلك منذ البداية. هناك منظمات تقوم بالتقريب بين الحكومات. أتحدث عن شراكة حكومية. لدينا 75 دولة يجتمعون منذ 11 عاماً ويمثلون أكثر من مليار إنسان. فإذن هذا لقاء بين المجتمعات والأهلية والحكومات، هذا يمكن إيجاد مقاربة منفتحة إلى هذه الأمور. إذن يجب علينا أن نبحث عن وسيلة تجعل إدراج عمل الحكومة في هذه الأعمال هام وضروري. نتنحى عن البيروقراطية في هذا المجال وأن نبدأ بذلك بأسرع ما يكون. شكراً يا جوس. وأيمي، هل تقولين شيئاً؟ نعم بالفعل، شكراً. أود أن أشير مجدداً إلى ما تم التجديد عليه قبل قليل، أن من يحدد هذه المعايير يجب أن تكون هذه عملية متعددة الأطراف. على الحكومات دورها بطبيعة الحال، ولكن هناك لأن المعايير هي مقسمة على قسمين. أول القسم الأول يخص مضامينها ومحتواها، وهذا يجب أن يكون عملية متعددة الأطراف. وهناك عنصر مكون آخر لهذه البيانات البيئية، التحقق من صحتها. فما البيانات؟ ما هي البيانات التي نستخدمها لصنع القرار واتخاذ القرار؟ لدينا هذه المعايير الموجودة فيما يخص البيانات العلمية peer review، ولكن فيما يخص البيانات البيئية فبعد لم نقم بحل هذه المشكلة. فأتحدث عن طريقة أو كيفية استخراج ما نريده من تلك البيانات و التحديد أي تحديد مستوى أو مدى مصداقية هذه البيانات من أدامها. نحن نتنبأ ونقوم بالتحليلات، هذا مهم وهذه أداة هامة، ولكن السؤال هو للمستقبل كيف نجمع ما بين ذلك وما بين الأوساط العلمية. هذا الأمر يشكل تحدياً مستقبلياً. شكراً يا إيمي. هل يريد أحد أن يشارك؟ إذن سنأتي إلى السؤال التالي. السؤال هذا للمتحدثات، إلى أي شيء ستتعهد فيه المتحدثات متعهد واحد؟ نبدأ من جويس. شكرا لك. أنا أقول داخلي، تعهد داخلي وتعهد خارجي لمنظمة. داخليا يجب أن نكون مرنين وسنتعامل مع المنظمات الأهلية، ونريد أن نكون منتدى يقوم ب التجارب الإيجابية من أجل الإنترنت. أما من الناحية الخارجية علينا أن نقوم خارطة الطريق للأمين العام للأمم المتحدة، وأن نكون من يقود رقمنة والنمو المستدام تحت رعاية الأمم المتحدة التي تعمل ضمن البيئة. شكراً. ونفس السؤال لجويس ماري. شكراً جزيلاً. ما قلته في السابق
حول من يجب اتخاذ القرار، وأنا قلت أن الحكومات يجب أن تكون في الصدارة، وهو التزامي. أنا النهج الذي يأخذ في الاعتبار أصحاب مصلحة متعددين، ونحن أنا لا أقصد بأن الحكومات عليها تولي الكل، ولكن هو الالتزام الذي أعطيته على عاتقي في الماضي عندما كنت رئيساً للنيشن، وحيث أنني أريد مواصلة العمل على هذه الاستدامة المتوازنة الرقمية. نحن سنبحث عن شركاء وسنعمل على توسيع هذه المبادرة استعدادا لقمة الأمم المتحدة المناخية، وذلك بالتعاون مع الشعوب الأصلية. ففي هذه الشركات قدرات كبيرة، بإمكاننا أن نضع الخطة الوطنية الخامسة التي من شأنها العمل مع المجتمع المدني، ويجب الإدراج فيها أيضا سياق البيانات المفتوحة، وهذا يتطلب التقارير العلنية ومفتوحة المصدر في موضوع البيئة. نحن نعمل على ذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني، ولسنا إلا مشاركين كثيرين في هذه العملية، وأنا مهتمة وأحرص على استمرارية هذه العملية لتوسيع نطاق الشراكة وإدراج عدد أكبر من الدول في هذه المبادرة التي وضعناها. شكرا يا جوز. أرجو أن سلينا تأخذ تعهدا. من وجهة نظر زيندي، فإن هذه الرسالة التي تقول أن الذكاء الاصطناعي وعملية تحليل البيانات مرتبطة بكل مكان، نود أن نزيد الإمكانيات لكل الشباب من أفريقيا من أجل أن يتم زيادة المهارات، وأن تكون منصتنا ستعطي بيانات أكثر متاحة للجميع، وسيكون لها تأثير على الواقع. شكرا لك يا سيدي. والآن كيلسي تفضلي. شكرا. أود أن أقول أن تعهدي هو أن أرغب فيه الجميع أيضا أن يتعرفوا على أسس التي نقوم بها بحفظ البيانات خاصة من الشعوب الأصلية، وهذا وثيقة هامة على كل شخص أن يقرأها، كيف يمكن الحوكمة البيانات في المستقبل فيما يتعلق بالبيئة. فأرجو منكم أن تتعرفوا على هذه الوثيقة من أجل الاستفادة منها في مكان عملكم. شكرا يا كيلسي. تفضل يا إيمي. هل صوتي مسموع؟ نعم. قبل كل شيء، تعهدي الشخصي هو في شيء واحد. هذا النقاش كان ممتازا، وسمعنا وجهات نظر مختلفة ومتنوعة، وأشكركم على ذلك. ولكن من وجهة نظر شركة مايكروسوفت، هناك تعهدان اثنان يمكن اتخاذهما. أول شيء التقدم نحو الأمام في خفض انبعاثات للبيئة. نريد أن نكون شركة إيجابية وصديقة للبيئة، وأيضا نريد التعاون مع
شركاء الذين يساعدوننا في تعريف وتحديد هذه المتغيرات. مثلا أقصد هنا حاسوب كوكبنا أو هذا المشروع، نحن نريد التشارك في الممارسات الجيدة وإدراجها في أعمالنا المشترك، سعينا نحو استخدام تنوع هذه البيانات. وشكرا. أطلب من روز في الأخير أن التعهد الذي سأقوم به في مجال عملنا، أي الترويج للتقنيات الجيدة للبيئة والصديقة للبيئة في هذا المجال، يجب أن نركز على قضيتين لهما أكبر تأثير على الوسط، خاصة الطاقة، أي كمية الطاقة الضرورية لكي لدفع هذه الرقمنة إلى الأمام. يجب أن ندعم تقنيات مجدية لها جدوى بالطاقة، ويجب أن نتعاون مع الدول الأعضاء في مجال إدارة التخلص ومعالجة النفايات الإلكترونية التي هي في العالم تصبح مشكلة التلوث كبيرة. إذن عندما نروج لهذا الموضوع في عدة دول العالم، نرفع مستوى الوعي والنقاش والحوار حول هذا. To the developing countries so that we deal with some of the challenges, for example, Selena was talking about, where the actual data gaps that we need for sound environmental decision making. Thank you very much. Rose, thank you for concluding that section. And we've had a fascinating and very thought-provoking exchange of ideas today. And I want to thank the panelists for all their concrete suggestions and for the work they are developing in their institutions on this topic. The IGF and the UN Environmental Programme have pushed this issue to the top of the agenda. And now the UNEP is considering making digitalization of environmental sustainability a four-year priority. The media too needs to report more on environmental data and the implication of using it sensibly. Please do contact me at Digital Planet about this. As we have heard across the various environmental tracks in the IGF, as well as on the panel today, every scientific assessment is giving us 10 years left to solve climate change, biodiversity loss, and pollution. Living as we have been living and doing business as usual is clearly not working. And we need to find ways to make exponential progress in these three areas. Digital transformation is going to play a massive role if it can be harnessed for environmental sustainability. The stakeholders need to establish together how environmental data and metrics can be hard-coded into application, platforms, filters, and algorithms of the digital economy to fundamentally change the incentive structures for sustainability if we are to see any benefit to our environment. Working together with environmental data and digital technologies could decarbonize, dematerialize and detoxify global supply chains, as well as help us predict and respond to global environmental risks. Together, we can take collective action on environmental digital cooperation and commit to concrete action with the support of the IGF and UNEP. Thank you to everyone on the panel today and those behind the scenes, translators and scribes as well, who have made all of this happen. I hope to come back next year to hear about the tangible progress that has been made. Thank you. Thank you very much to Anya, and thank you very much to our panelists. It was a great session. We will be having the closing session in this room, in the same room. So if you want to stay for the closing session, please stay. And those closing session panelists, just stay in this room and we will upgrade you to panelists if you're in the audience.
And so thank you again, and we'll see you in 20 minutes. Thank you. And David, if you want to say something. No, I was going to say fantastic work, but everybody left. Okay, sorry. Okay. Cheers.
Good afternoon or good morning to you. Can we just test our cameras and microphone? Oh, good morning. Good afternoon, Chengetai. How is life? I'm fine. And you, Christoph? Very good. Thank you. Good. Yes, I think everything is working fine with you. So that's great. Yes. There's a bit of a reflection on your lens, I think. Yes, I'm not too sure. Try to correct that maybe. Mm-hmm. Yeah, it's getting better. Yeah. Mm-hmm. I will put additional light as well. Okay, great. Is it better now? It's better, but when you tilt it up, it comes worse. Okay. Now it's better. Yes. Okay. Mr. Carlos Molina, greetings. Can we just good test morning, your good microphone? Afternoon. Good afternoon to you. Yes, it's working fine. We got from Costa Rica. Yes. Mm-hmm. It's a pleasure to meet you. I was in Costa Rica, I think, 2 years ago. Oh. How was the experience? Oh, great. Wonderful place. Wonderful country. Yeah. Right now it's raining because the consequence of the Iota hurricane. So. Oh, yes. Mm-hmm. It's a terrible situation they're facing in Honduras and Salvador. Mm-hmm. Yes. Okay. All right. Thank you. And sorry, let me go. Henriette, can we just test your video and microphone? Is that okay? Yes, perfect. Thank you very much. Okay. Joran, good morning. Good morning, my friend. And how are you? Yes, we can hear you quite well. And yes, we see you as well. So that's great. Good. Thank you. Let's see who else we have. And our moderator has just arrived, Jonathan. I think he's still setting up. Hello. How are you? I'm fine, Jonathan. And how are you doing? I'm all right on a grey day in London. Ah, yes. I'm just working out. Hold on, I should be with you in a second, setting up the best way to do this. Okay, no problem. We're just testing everybody's very good microphone. Hello, Masango.